السلام الله عليكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد متجدد من الركن الديني تحت عنوان تأملات في سورة آل عمران. سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف، إذ تسبقها في الترتيب سورة الفاتحة والبقرة، وتبلغ آياتها 200 آية، وهي مدنية باتفاق العلماء. وسميت بسورة آل عمران لورود قصة آل عمران فيها، والمقصود بآل عمران عيسى ويحيى ومريم وأمهما، والمراد بعمران والد مريم الذي ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر العلماء أسماء أخرى لهذه السورة الكريمة، منها إنها بسورة الزهراء لأنها كشفت عما التبس عن بعض الناس من أمر عيسى عليه السلام، وتسمى أيضا بسورة الأمان لأن من عمل بتوجيهاتها أمن الخطأ في الأحكام، لا سيما التي تتعلق لبعض الأنبياء، وتسمى بسورة الكنز لتضمينها الأسرار التي تتعلق بعيسى عليه السلام، وتسمى أيضا بسورة المجادلة لنزول عدد كبير من آياتها في شأن الجدال الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين النصاري، وتسمى بسورة المجادلة لنزول عدد كبير من آياتها في شأن الجدال الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، وأيضا تسمى بسورة طيبة لجمعها الكثير من أصناف الطيبين في قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صدق الله العظيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه السورة ما ملخصه، وهذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ثم قال الإمام القرطبي وصدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران، وكانوا قد وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحبرات أي ثياب جميلة، قال بعض الصحابة ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالا، وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في المسجد إلى المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، وكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالبراهين الساطعة، نزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيف 80 آية، إلى أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة.